تم موجة متاع استهداف لقيادات حركة النهضة انطلقت بعد انقلاب 25 جويلية 2021، بحيث على مسائل مفتعلة أو كيدية من قبل أطراف أو أشياء غير ذات قيمة أصلا، يتم استدعاءات لرئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي أكثر من مرة، وتوا للأستاذ نور الدين البحيري بعد ما كانوا احتجزوها أكثر من شهرين، وأنا أيضا كيف في أكثر من مرة، مرة للقطب القضائي، مرة للمحكمة هذه، مرة غيرها، وكلها محاولة باش يرهبوا حركة النهضة، باش يشوهوا حركة النهضة، باش يحاولوا موضوع حركة النهضة من حزب سياسي عنده ما يقدم وعنده ما يطرح وعنده دوره الوطني إلى ملف أمني قضائي. هذا كل ما في الأمر. بطبيعة الحال احنا نحترم القضاء التونسي ونحيي نضالاته من أجل استقلالية السلطة القضائية، ونندد بكل محاولات التوظيف والضغط عليه والمظالم اللي مسلط عليه، ومنضبطين للقضاء وقت اللي تبدأ ثم أي قضية قاعدين نجو، ولكن قاعدين نشوفوا في اللي وراء كل هذه الاستدعاءات التي لا حد لها واللي هي شملت بدرجة أولى حركة النهضة، وراءها فعل، هي بفعل فاعل، هي بفعل الضغوط المسلطة على القضاء وعلى الأمن وغيره لاستهداف حركة النهضة. الحقيقة المحاكمات ما استهدفتش فقط حركة النهضة، إنما احنا نالنا القسط الأكبر لأننا الأكبر، ولأننا اللي صدعنا بتصدي للانقلاب منذ اللحظات الأولى. لكن المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي معناها شملت عدد كبير من قادة الأحزاب ومن عمداء كبار متاع محامين ومن إعلاميين ومن أعضاء مجلس نواب الشعب الشرعي وكثير من المدونين والمواطنين، وما زال النضال مستمر، هو يقدم والنضال كيف قاعد يتصدى، لأنه كما قلنا بعد ما هدم الديمقراطية ومؤسساتها الكل قاعد يحاصر في الحرية بشوية بشوية. وإذا كان ما نوصلوش النضال ونطوروه وننسقوا ونقووا جهدنا باش نحموا ما تبقى من حرية ونستردوا ما ضاع من الديمقراطية، رانا ماشيين لاستبداد، استبداد فردي مطلق بكل ما فيه من مظالم وفساد وبطبيعة الحال قمع للحريات ومحاكمة ظالمة.